تشهد الملنسنات الكلامية بين طرفين تخلف مشاحنات ومشادات بالأيدي. لتتطور الأحداث وتخلف جريمة قتل بعد سنة كاملة. ما أقدر أوقف في السبيطار. تمكنا في الأخير من الحصول على شهادات حية بخصوص الجريمة، كما كان لنا اتصال عبر الماسنجر مع أحد المتهمين. ولما درت بالي أخوي، إيش هذا اللي درسته قاعد؟ الكلمة الأولى اللي قالها لي، قال لي يا أخويا مغدرون. قلت له شكون هادو؟ قال لي هذا شريف وحمزة، وقال لي وليد عمهم هادو. نص حياتي خدمت هادو، عندي غير هذا، وشو بنيتو باش نتزوجو. غدروه الدواء، غدروه وقتلوه. أحدهما تم توقيفه والثاني في حالة فرار، فهل الموقوف هو فعلا من شارك في ارتكاب الجريمة أم هناك أشخاص آخرين؟ هو ما سيكشفه المتهم الرئيسي في عدد خاص من برنامج التحريات.